قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. النافلة يرجح فعلها ويجوز تركها، والفريضة يجب فعلها ويحرم تركها، فإن أمكن الجمع بين الاثنين فذاك خير، وإن تعذر الجمع ولم تسنح الفرصة إلا لواحدة دون الأخرى فالواجب أولى وأهم. ومثال ذلك في العبادة أن يتسع الوقت للفريضة فقط فتقدم على النافلة بلا ريب، ومثاله في غير العبادة أن لا يتسع المال إلا لوفاء الدين فيقدم على الصدقة.